نكمل وياكم اليوم موضوع البلوتينج أو الرسم بالماتلاب. أخذنا إحنا بالمحاضرة اللي راحت دالة البلوت اللي هي الدالة المسؤولة عن الرسم، وقلنا إنه إحنا لازم نعطيها أول شيء المتغير المدخل اللي يسمونه الاندبندنت فاريبل، ونعطيها المتغير اللي بيه المعادلة اللي نريد نطبقها على الإكس. يعني فرضا قلنا إنه الإكس تساوي 1 زيادة بمقدار 10 إلى حد 10، والواي هو عبارة عن إكس تربيع، كل قيمة يسوي لها تربيع. نريد نرسم العلاقة بين x وبين y، فنذكر أو نحتاج أن نستدعي دالة البلوت، نعطيها ال x فارز ال y فارز r بين كوتيشنات، معناته أنه هذا الخط نريد يصير لون أحمر، وقلنا أي مواصفات نريد نضيفها على البلوت دائما نخلي كوتيشنات، ونكتب إذا نريد نغير اللون فنحط الحرف الأول من اللون، إذا نريد نغير بدل ما خطوط نخلي نجمة أو علامة الزائد، أو نخلي بشكل خط متقطع فهنا راح نغير. إذا نريد نضيف عنوان للفيجر فراح نستخدم دالة التايتل، نفتح قوسين نخلي كوتيشنات الاثنين، ونخلي هنا الاسم اللي نريد نخليه عنوان للفيجر. إذا نريد نسمي المحاور عندنا دالتين، الدالة اللي هي الـ X label الـ Y label. الـ X label نسمي بها المحور الأفقي فننطيه اسم X، الـ Y label المحور العمودي ننطيه اسم Y. X و Y هذه الأسماء هذو أحرار بتسمية المحاور. قلنا إنه دالة الجريد هاي الدالة اللي تحول لي الباك جراوند مالت الرسم بشكل ورق بياني، ودالة الليجند هذه اللي تضيف لي ليبلات على الرسم. لو جينا نفذنا هذا الكود، طبعا هنا قلنا انه هذا هو فقط للتذكير، فهنا رسمنا العلاقة بين X، هذا المحور اللي سميناه X، وهذا المحور العمودي اللي سميناه Y. هنا اخذ القيمة، يعني ياخذ 1 تربيع، 2 تربيع، 3 تربيع، الى حد 10 تربيع، 100، وضاف لنا هذا الليبل هنا اللي هي الخط احمر X تربيع، هذا الاسم احنا انطيناه، وانطينا تايتل او عنوان للفيجر. اليوم راح نشرح شلون نقدر نضيف أكثر من علاقة داخل الفيجر الواحد، ونريد نرسم هاي العلاقات. يعني فرضا أنه إحنا هاي عرفنا دالة اللي هي دالة الإكس تربيع، إذا أريد أعرف دالة ثانية وهم أريد أرسمها، يعني إحنا خلينا هاي المواصفات بلوت تايتل إكس ليبل واي ليبل هذه كلها لعلاقة إكس وواي بس. لو جينا هنا نهاية الكود راح نضيف دالة جديدة، فرضا أريد سالب إكس تربيع، مو إكس تربيع وحدها، سالب إكس تربيع، فراح أعرف العلاقة. فرضا راح أخلي متغير زت، راح أخلي بي إنه سالب إكس، هاي الدوت قلنا حتى يشتغل على كل الأرقام مالت الإكس مرفوع للاثنين، هاي تختلف عن هاي، هاي أخذنا موجب تربيع يعني واحد تربيع واحد، اثنين تربيع أربعة، هنا راح ياخذ سالب يعني اثنين تربيع أربعة، بس راح ياخذ سالب أربعة لأن ضربنا الناتج بسالب. هذه الدالة الثانية. هسه أريد أرسم بلوت العلاقة بين X وبين الزت هالمرة بين هاي المعادلة. لو جينا نفذنا ضفنا إحنا بلوت ثانية، هنا الماتلاب من ينفذ هو راح ينفذ أول بلوت، يخلي عنوان، يخلي ليبل، يخلي الجريد، يخلي الليجند، بعدين شاف أكو معادلة ثانية وأكو بلوت ثانية. لو بقينا الكود كما هو هيج فهو راح يحذف الرسم القديم وراح يضيف آخر بلوت إحنا كتبناها، يعني هنا ضفنا البلوت بالأخير فراح يرسم آخر شي هاي البلوت بدون أي مواصفات، لا عناوين ولا أسماء محاور ولا ليجند ولا تايتل، فهاي لأنه إحنا مخلين بلوت وحدها وبنهاية الكود. لو جينا غيرنا مكان هاي البلوت ومكان العلاقة خلينا بعد العلاقة الأولى، لو ضفنا هاي العلاقة الثانية وراح أخلي هاي البلوت بعد البلوت اللي البلوت الأولى اللي العلاقة بين X وبين Y، البلوت الثاني علاقة بين X وبين Z، فرضا راح نطي مواصفات اللي هي راح أخليه شكل نجوم وياها اللون فرضا لون البنفسجي، هنا راح ننفذ راح نلقى الرسم صار بهذا الشكل. لو جينا تبعنا الكود راح نلقى هو عرف X عرف Y وعرف Z، لقى أول بلوت اللي دالة رسم الـ X والـ Y اللي هي الدالة الأولى، بعدين لقى بلوت ثانية فهو رأسا حذف الرسم القديم فرسم العلاقة بين X وبين Z اللي هي السالبة ومو الموجبة، انطاها لون بنفسجي وانطاها شكل نجوم. لقى المواصفات مالت الرسم بعد البلوت الثانية، فهاي المواصفات راح تنضاف على البلوت الثانية، ما تنضاف على البلوت الأولى اللي احنا كتبنا بلوت واحد بعدين البلوت الثانية وخلينا المواصفات هاي، فهاي المواصفات صارت تابعة للبلوت الثانية. احنا بهاي الحالة انفتحنا فيجر واحد برسم واحد، زين أنا أريد أشوف الرسم الأول وأريد أشوف الرسم الثاني،
فالحل هاي المشكلة إنه إحنا نستخدم كلمة فيجر حتى نفتح نافذة ثانية للرسم الثاني، يعني يصير كل بلوت بنافذة. البلوت الأولى ما عندنا بها مشكلة راح يرسم، قبل البلوت الثانية راح أكتب كلمة فيجر. كلمة فيجر هاي إيعاز مسؤول على عملية فتح نافذة ثانية، راح يفتح لنا نافذة ثانية يخلي بها الرسم الثاني. وبما انه المواصفات مالت الرسم خلينا احنا بعد البلوت الثانية، فهاي كلها راح تكون تابعة لعلاقة الاكس ويا الزد. لو جينا هسه نفذنا هنا، فتح لنا فيجر 2 وهاي فيجر 1. فيجر 1 اللي هو رسم علاقة الاكس ويا الواي شكل موجب، هذا الرسم مثل هاي هنا، انه بلوت اكس ويا الواي واللون الخط احمر. بعدين لقى كلمة فيجر فراح فتح فيجر 2، فتح هذا الفيجر الثاني أو النافذة الثانية، رسم لنا العلاقة ويا الزيت وانطاها نجوم واللون بنفسجي، ضاف عنوان، ضاف أسماء محاور، ضاف جريد أو خلال الخلفية بشكل رسم بياني، وضاف لنا الليجند. إذا أريد أخلي مواصفات للفيجر الأول لازم أرجع أكرر هاي المواصفات بعد كل بلوت، يعني إحنا لازم هاي كلها نرجع نكررها حتى يصير لكل فيجر مواصفاته. البلوت الأولى أنطيها عنوان مثلا كمبيوتر أبليكيشن واحد، سمي للمحاور اكس واي ليجند هنا اكس تربيع. جينا على بلوت فيجر حتى يفتح لنا نافذه ثانيه، بلوت اكس ويا زد نجمه اعطيناها مثلا كمبيوتر ابلكيشن 2 اكس واي ليجند، هنا راح نعطيها سالب اكس تربيع. هسه راح ننفذ، فهنا خلالي لكل فيجر او لكل نافذه لها مواصفاتها، هاي كمبيوتر ابلكيشن واحد خلالي ليجند، خلالي اكس تربيع، سماني المحاور، بعدين فتح الفيجر الثاني البلوت الثانية أيضا ضاف لها هاي المواصفات مالت الفيجر أو مالت البلوت، وهنا الليجن صارت حسب ما احنا نسميناها سالب اكس تربيع. هنا احتاجين انه احنا نكرر المواصفات على كل بلوت. اذا جت عندنا دالة ثالثة، فرضا اريد دالة ثالثة، اريد مثلا دالة ساين الاكس، راح اضيف العلاقة بين اكس وبين، فرضا راح اسمي الدالة اف تساوي ساين الاكس، جيب كل قيمة من أريد تجيب لكل قيمة من قيم الإكس. إذا أريد أرسم هاي لازم بعد هاي راح بعد البلوت الثانية راح أضيف كلمة فيجر حتى يفتح لنا نافذة ثالثة، وأكتب بلوت أرسم لي العلاقة بين الإكس وبين الإف، فرضا راح أخلي الشكل متقطع ولون الخط أسود. إذا أريد نضيف مواصفات أو ما نضيف حسب كل شخص. تايتل كمبيوتر ابلكيشن 3 راح ننفذ، فتح لنا 3 نوافذ، النافذة الأولى للرسم الأول هذه، وهذه النافذة الثانية للرسم الثاني، وفيجر 3 النافذة الثالثة للرسم الثالث. إذا نريد ما نكرر حتى تسهل علينا عملية الرسم بدون ما نحتاج نكرر المواصفات بعد كل بلوت أو نفتح نوافذ، يعني هنا فتحت لنا 3 نوافذ من نوافذ الرسومات، كل ما نزيد علاقة لازم نزيد نافذة. هنا احنا نريد مثلا نريد نخلي كل هاي الرسومات برسم واحد، كل هاي العلاقات نريد نخليها تصير بنافذة واحدة، لكن يعني تبين انه يا هي مالت الاكس تربيع يا هي مالت السالب اكس تربيع او يا هي مالت الساين. هنا انا الساين ما اقدر ادمجها وياها لان القيم مختلفة، يعني هنا انا الساين القيم هي ما بين السالب واحد والواحد، فمن ارسمها ويا الاكس تربيع والسالب اكس تربيع هذا الخط بعد ما راح يبين، فراح اشتغل بس على الدالتين اللي هي الاولى والثانية اكس تربيع والسالب اكس تربيع، حتى نخلي اكثر من رسم داخل نافذة واحدة وتصير هاي المواصفات مشتركة للرسمين. فاحنا هنا انطينا اكس، انطينا العلاقة الأولى مالت اكس تربيع، العلاقة الثانية مالت السالب اكس تربيع. قبل ما نبدي نرسم راح نذكر كلمة hold on، hold on بعدها نبدي نخلي البلوتات واحدة ورا الأخ، بلوت اكس ويا الواي انطي لون الخط أحمر، نكتب البلوت الثانية العلاقة بين الاكس والزيت وننطق لنا نجوم ولون بنفسجي. هنا فرضا راح اخليه اسود حتى تصير عندنا مختلف حتى تبين الرسومات. هنا التايتل راح يصير مشترك للبلوت مالت الاكس واي والاكس واي زد، اكس ليبل واي ليبل. هسه راح انفذ، فمن قلت له هولد اون
فخلالي الرسمين داخل نفس النافذة، والكل رسم هذا اللون أسود زائد وهذا اللون بنفسجي بشكل نجوم، والمواصفات صارت مشتركة، هذا التايتل واحد، المحاور تسميتها واحدة. الليجند اللي راح أضيفه هنا اللي هي الليبل راح ننطيها عبارتين، بما أنه إحنا عندنا رسمين ومشتركات أو يكون ضمن نفس الفيجر، فراح نخلي لها عنوانين فارزة. الكوتيشن الأول راح أخلي X تربيع، فارزة كوتيشن ثاني نخلي ب سالب X تربيع. لو نفذنا فصار بهذا الشكل، هنا هذه الليبلات أو الليجند زائد لونه أسود X تربيع، ونجمة لونها بنفسجي سالب X تربيع. هذه hold on، فائدة hold on إنه إحنا نقدر نرسم أكثر من رسم ضمن نفس النافذة، والمواصفات تكون مشتركة لكل الرسومات. حتى لو أضيف دالة ثالثة فمجرد ما أخلي البلوت جديدة هنا، يعني دائما تأكدوا من الهولد اون نكتبها قبل ما نبلش برسم أول رسم، يعني قبل ما نكتب أول بلوت لازم إحنا قبلها مخلين كلمة hold on. قبل شوي اللي أخذناها اللي هي كلمة فيجر، كلمة فيجر تخلينا كل رسم بنافذة، وأول واحدة أقدر أكتبها وحدها بلوت، لكن من الرسم الثاني لازم أخلي قبله كلمة فيجر، عندي رسم ثالث لازم أخلي كلمة فيجر، ولازم أنطي مواصفات لكل بلوت. هذه لا، هذه شوية سهل العملية، أكتب hold on بعدين أذكر كل البلوتات اللي عندي وأنطي مواصفات واحدة لهاي النافذة. يعني هنا فرضا لو جي ضفت دالة ثالثة F تساوي، بدلا ما X تربيع راح نقول مثلا X مرفوعة قوة 5 فرضا، for example X مرفوعة، لا ننسى هاي الدوت، مرفوعة قوة 5. هذه العلاقة الثالثة ذكرنا hold on، راح نذكر بلوت نكتب بيها العلاقة بين X وبين F، ننطيها هالمرة شكل مربعات في حرف الاس واللون اخضر. هنا بالليجند راح اضيف فارزة كوتيشن الاخ راح نطيها X مرفوعة للقوة 5، راح ننفذ فراح هنا يرسم لنا. طبعا هنا لانه صارت عندنا اختلاف بالقيم فما بين عندنا الرسم واضح، لكن احنا مرسوم الخط الاسود مرسوم لكن ما مبين. يعني لو جينا شوي قللنا من القيمة مالت راح نرفعها للثلاثة حتى ما يصير فرق هواية عن الدالتين، هذه اوضح شوية. فهنا البنفسجي والاسود والمربعات الخضر، وكل وحدة بينت لنا هاي شنو. طبعا هنا بقت اكس خمسة لان احنا ما غيرنا عليها بالبرنامج، هنا راح اغير بالليجند راح اكتب لها اكس ثلاثة اللي احنا غيرنا الدالة، فصار عندنا بهذا الشكل. اي علاقة اريد اضيفها للرسم ما عندنا اي مشكلة نقدر نضيفها، لكن بعد كلمة hold on، لان hold on هي اللي سمحت لي بهاي الخاصية. عندنا بعد طريقة اخيرة لعملية الرسم، هو انه احنا نرسم داخل نافذة واحدة لكن كل رسم منفصل، يعني ندمج ما بين خاصية الفيجر وما بين خاصية الهولد اون، هو عن طريق استخدام ما يعرف بالسببلوت. السببلوت هو أشبه بالمصفوفة نقسم على أساسها النافذة حسب الرسومات أو المكانات اللي احنا نحتاجها. راح نبين لكم هاي العملية. فرضا عندنا هذا احنا الفيجر، هذا الفيجر مالتنا، نريد نخلي دالة الإكس تربيع هنا، دالة سالب إكس تربيع هنا، والإكس تكعيب نريدها تكون بهذا المكان. نريد نقسم الفيجر أو النافذة بهذا الشكل، فراح نستخدم ما يعرف بالسب بلوت. سب بلوت، هاي السب بلوت عملية التقسيم مالتها وشون نوزع هاي الرسومات أو شون نوزع هاي العلاقات راح يكون أشبه بالمصفوفة، تقسيم المكانات أشبه بالمصفوفة. هذه سالب إكس تربيع وهنا إكس تكعيب، راح نتخيل كأنما هاي مصفوفة عندنا، وراح نشوف عندنا إحنا صايرة بشكل ثلاث مكانات، معناته إنه كأنما المصفوفة حجمها واحد في ثلاثة، صف واحد وثلاث أعمدة. فالسب بلوت راح تتقسم على هذا الأساس، أكتب كلمة سب بلوت، أفتح قوسين، داخل هاي القوسين عندنا ثلاث مكانات أو ثلاث أرقام لازم نترسها. بما أنه إحنا عندنا ثلاث دوال فراح نحتاج نكتب السب بلوت ثلاث مرات، راح نكتب هاي السب بلوت الأولى
السب بلوت الثانية أيضا بيها 3 مكانات، هسه نقول لكم هاي المكانات شنو نخلي بيها، وهاي السب بلوت الثالثة اللي تابعة للرسم الثالث وأيضا نخلي 3 مكانات. احنا قلنا راح نعاملها كأنما نعامل مصفوفة، هنا الفقرات مخلاية أو مرتبة بشكل صف واحد وثلاث أعمدة، فدائما نكتب صف واحد وثلاث أعمدة بأول مكانين، صف واحد وثلاث أعمدة، صف واحد وثلاث أعمدة ثابتة بكل السببلوت اللي كتبناها. زين، بقى عندنا المكان الأخير، هذا المكان الأخير اللي هو هنا، هذا يمثل موقع الدالة أو موقع البلوت وين راح يصير. السبب البلوت الأولى تابعة للرسم الأول اللي صايرة بالمكان الأول، فاكتب هنا الموقع واحد. السبب بلوت الثانية صايرة بالموقع الثاني، فاكتب هنا 2. السبب بلوت الثالثة صايرة بالموقع الثالث، فاكتب هنا 3. هاي بس لتقسيم النافذة. بعد كتبنا السبب بلوت الأولى 1 3 دائما وصف واحد وثلاث أعمدة، الموقع الأول نخلي فارزة ونكتب هسه البلوت اللي هي علاقة الاكس ويا الواي، واي شيء احنا هنا ضفنا خلينا الزائد ونطينا يمكن لون اسود، فكتبنا هنا هاي البلوت الاولى. وراها ننطي المواصفات، ننطي تايتل، ننطي اكس ليبل، واي ليبل، ننطي ليجن، ما يهمنا المواصفات لكن لازم تذكر لكل فيجر، لان احنا راح تتقسم عندنا الفيجرات اكثر من فيجر داخل نافذة واحدة او اكثر من بلوت داخل نافذة واحدة، فلكل بلوت لها خصائصها، فلازم من كتبنا السبب بلوت الأولى ننطي أو نستدعي دالة البلوت اللي راح ترسم وننطي المواصفات اللي نريدها تكون لهذا البلوت. هسه راح نجي على البلوت الثانية اللي هي سالب اكس تربيع، فاحنا كتبنا قبل هي السبب بلوت واحد صف واحد ثلاث أعمدة، الموقع الثاني خلي فارزة ونكتب بلوت العلاقة بين اكس وبين زت اللي هي هاي نعم، راح نطيها المواصفات عنوان مختلف جريد اكس ليبل واي ليبل وهاي الشغلات. بقت عندنا آخر دالة اللي هي هاي هنا، كتبنا السب بلوت 1 3 الموقع الثالث اللي هو هذا هنا، فارزة بلوت علاقة الاكس ويا الاف، وننطيها بعدها المواصفات اللي نريد نخليها على هذا البلوت. لو جينا شفنا التنفيذ بالماتلاب، يعني هسه احنا عندنا هاي الدالة الأولى اللي هي مات الواي اكس تربيع، الدالة الثانية سالب اكس تربيع، والدالة الثالثة اللي هي الاكس تكعيب. نشيل كلمة hold on، راح نشتغل بأسلوب جديد، أسلوب السببلوت. راح نجي على هاي البلوت الأولى، نكتب قبلها السببلوت، خلي قوسين، طبعا لازم نخلي فارزة بين البلوت والسببلوت، وإذا نزلنا سطر ما حاجة نخلي فارزة. قلنا نكتب صف واحد وثلاث أعمدة، الموقع الأول. نفس هاي راح نكررها على البلوت الثانية، ونخلي صف واحد ثلاث أعمدة لكن الموقع الثاني. راح نكررها على البلوت الثالثة ونخلي صف واحد ثلاث أعمدة بس هالمرة الموقع الثالث، فارزة البلوت اكس ويا الاف. المواصفات هاي انكتبت بعد آخر بلوت فراح تصير تابعة لآخر بلوت، فإذا أريدها تكون لكل البلوت مواصفاتها الخاصة بي لازم أرجع أكتبها بعد كل بلوت. راح ننفذ على هيجة، هاي المفروض بعد ما نحتاجها بالليجند، لأن احنا عندنا رسم واحد اللي هو مات آخر بلوت اللي هي علاقة الإكس تكعيب، راح ننفذ. فهنا تقسم عندنا الفيجر إلى 3 مكانات، هذا الرسم الأول، هذا الرسم الثاني، وهذا الرسم الثالث. مثل ما تشوفون المواصفات مالت العنوان وتسمية المحاور والجريد وهذا الليجند صارت بس تابعة للبلوت الثالثة، فإذا أدخلي هذني البلوت نفسها لازم أرجع أذكر الهنية، فلازم هاي أرجع أكتبها بعد هاي البلوت. تريد تنزلون سطر، تريد تخلون فارزة بكيفكم، راح انزل سطر واكتب هاي المواصفات، هاي البلوت الثانية اكس واي الليجند مالتها راح تكون اكس تربيع، هذه الليجند مالتها سالب اكس تربيع، سالب اكس تربيع، وهاي البلوت الثالثة وهاي المواصفات مالتها، راح ننفذ. فهسه صارت لكل بلوت المواصفات الخاصة به، فهاي هيك راح تصير عملية التقسيم. لو جينا غيرنا من شكل هاي التقسيمات، يعني لو جينا قلنا انه احنا ما نريدها بشكل 1 في 3، اريد الرسومات مالتي تتقسم بهذا الشكل، هاي النافذة اريد هنا علاقة الاكس تربيع، هذه مالت الاكس تربيع هنا تكون، وهنا راح تكون سالب اكس تربيع،
وهنا الأخير الرسم الأخير اللي هو الإكس تكعيب. فهنا بس راح تتغير عندنا أول رقمين من السببلوت، بدل ما كانت صف واحد بثلاث أعمدة راح تصير ثلاث صفوف في عمود واحد. والمواقع بعدها راح تذكر، راح أكتب سببلوت ثلاث أعمدة بصف واحد بالموقع الأول فارزة، أكتب لبلوت الإكس ويا الواي. بعدين سببلوت ثلاثة ويا الواحد تبقى ثابتة الموقع الثاني، بلوت علاقة الإكس ويا الزت. سببلوت الأخيرة سببلوت ثلاث أعمدة بصف واحد الموقع الثالث فارزة، بلوت علاقة الإكس ويا الإف. راح نجي على نفس المثال بس نغير عدد الصفوف والأعمدة، بدل ما واحد بثلاثة تصير ثلاثة بواحد، الموقع الأول يبقى ثابت، ثلاثة بواحد وثلاثة بواحد، ننفذ. فمثل ما تشوفون التقسيم مالتنا صار كأنما ثلاث صفوف بعمود واحد، يعني بس باختلاف عملية تقسيم السببلوت. عندي فرضا أربع علاقات وأريد أرسمها بحيث هنا تكون أول بلوت، هنا ثاني بلوت، وهنا ثالث بلوت، وهنا رابع بلوت. أريد الرسم يترتب بهذا الشكل. أيضا راح أستخدم السببلوت بس راح أغير بالتقسيمات. طبعا أنا لازم السببلوت مالتي أو الفيجر لازم يكفي لي لكل هاي الدوال اللي موجودة عندنا. وعادة أنا أنطيكم الرسم وأقول لكم أنتم تكتبون الدالة أو تكتبون الكود اللي يخلي لي التنفيذ هيك يصير. يعني إذا أنا منطيتكم هيك رسم وأنا مخليت لكم هنا الدوال، كل رسم خاص بيه، فتعرفون أكيد ونحن مستخدمين السببلوت، لأن ماكو آلية نقدر من خلالها نخلي أكثر من رسم مرسوم بنافذة واحدة غير السببلوت. فراح نجي هنا عندنا بما إنه أربع دوال، راح أكتب سببلوت أربع مرات. هاي الأولى، لازم هنا عندنا ثلاث مكانات. قبلها راح نجي نعرف احنا كم صف وكم عمود، بما انه هي ترتبت بهذا الشكل، فلو تخيلناه انه هاي مصفوفة وبها ارقام، فهي عبارة عن مصفوفة ابعادها اثنين في اثنين، صفين بعمودين. تبقى عندنا عدد المواقع، هذا الموقع الاول، هذا الموقع الثاني، وهذا الموقع الثالث، وهذا الموقع الرابع. حجم المصفوفة، واقدر اخلي بيه رسومات بقد حاصل ضرب الصفوف بالاعمدة، يعني اثنين في اثنين اربعة، فاني ما اقدر اخلي غير اربع رسومات داخل هذا المربع. فهنا دائما صفين بعمودين الموقع الأول. السببلوت الثانية صفين بعمودين بالموقع الثاني. السببلوت الثالثة صفين بعمودين بالموقع الثالث. وآخر سببلوت راح أخليها هنا، السببلوت صفين بعمودين الموقع الرابع. بعد كل سببلوت راح هسه أخلي هاي البلوت اللي هي الرسم الأول فارز البلوت اللي هو الرسم الثاني، نشوف بين منو منو، وهنا البلوت الرسم الثالث، وهنا عندنا آخر شيء هاي البلوت نشوف الرسم مالتها بين شنو وشنو. لو جينا على نفس هذا المثال وضفنا دالة رابعة، هالمرة فرضا أريد دالة الساين، راح أقول S تساوي ساين الإكس. ساين الاكس اربع دوال، وانا اقول لكم اريدها تصير بهذا الشكل مرتبه بشكل مصفوفه اثنين في اثنين، فراح هنا نغير بالسبب لوت، نقول هنا اثنين اثنين الموقع الاول، خلي لي بيه الرسم الاول. طبعا تقدرون هنا ترتبون الرسم تخلون فوارز حتى يبين لكل رسم المواصفات الخاصه به. السبب لوت الثانيه اثنين باثنين والرسم الثاني، إذا صعدناها بصف واحد لازم نخلي فوارز بين دالة ودالة. هذه السببلوت الثالثة، لازم نغير الأبعاد اثنين باثنين الموقع الثالث. بقت عندنا آخر دالة، دالة الساين حتى نرسمها، فلازم نرجع نكتب كلمة سببلوت اثنين باثنين الموقع الرابع فارزة. هسه نستدعي دالة البلوت اللي راح ترسم العلاقة بين اكس وبين اس. هنا راح ابقيها على البي بس انطيها خطوط متقطعة، ابقيها على اللون الديفولت. هسه انطيها تايتل جديد، راح اسميها همين كمبيوتر ابليكيشن،
أو راح أسميها ساين حتى لا تقولون الأسماء لازم تتشابه. وهنا عندنا إكس ليبل اللي هي العلاقة بين، طبعا هنا راح أغير بأسماء الليبلات حتى تتأكدون إنه الإكس ليبل ما لها علاقة باسم بتسمية المحور. وهاي الإكس ليبل، الواي ليبل بما إنه علاقة بين الإكس وبين الإس فراح أسميه إس. وهنا راح أسميه العلاقة بين الإكس والإف، هنا العلاقة بين الإكس والزت، بس الأولى العلاقة بين إكس وواي، ما راح أخليها جريد، راح أبقيها هيجي. هسه راح ننفذ، هنا طلع عندنا خطأ، خلينا نشوف هذا شنو الخطأ. هذا يقول إنه اكس ليبل كاتبيه املاء مالتها كاتبينها غلط، اللي هي اخر اكس ليبل فعلا صحيح، هنا حرف الاي قبل حرف ال. هسه ننفذ، راح نشوف النافذة مالتنا تقسمت 4 اقسام، كمبيوتر ابلكيشن، كمبيوتر ابلكيشن، هاي تايتل اخر واحد اسمه الساين، هنا غيرت المحاور، هذا اكس وواي، هذا اكس وزد، هذا اكس واف، وهذا اكس ويا الاس. كل رسم مواصفات خاصة به، لكن الفرق انه هي مجموعة بنافذة واحدة. اكو بس هنا ملاحظة على الرسم، فرضا اني منطيتكم 3 دوال بس اريد الرسم مالتنا يكون بهذا الشكل، هنا رسم وهنا رسم، والرسم الثالث يكون ممتد على موقعين. هذه عندنا اريد الدوال مالتي ترسم بهذا الشكل، فلو تجون تشوفون الرسم راح تقولون انا عندي هنا موقع واحد وعندي هنا موقع ثاني، وهذا الرسم ممتد على الموقع الثالث والرابع، فلازم السبب لوت مالتي مقسمة بشكل صفين في عمودين، بس تبقى المواقع راح نغير بيها. فعادي تبدون تذكرون كلمة السبب لوت وتقولون 2 ب2 الموقع الأول نكتب بيه البلوت الأولى اللي هي هاي، بعدين نجي على السبب لوت الثانية 2 ب2 الموقع الثاني نذكر البلوت أو العلاقة بين منو ومنو، السبب لوت الثالثة سبوبلوت اللي هي آخر وحدة صفين في عمودين، المواقع مالتنا حاجزة موقعين، موقع الثالث والرابع، فنقول من الموقع الثالث نقطتين إلى الموقع الرابع، نخلي فارزة بعدها نكتب البلوت أو العلاقة شنو راح تكون. هذه بس حتى تكون واضحة عندكم، حجزت موقعين فكتبت العلاقة من الثلاثة إلى الأربعة. هذا كل اللي موجود عندنا بالبلوت، سواء رسمنا رسمة واحدة ما عندنا بها أي مشكلة نذكر بلوت واحدة ونخلي بها كل المواصفات الخاصة بهاي البلوت. إذا عندنا أكثر من رسمة راح تكون عندنا أكثر من خيار، إما إحنا نريد نخليها كل واحدة بفيجر فلازم نكتب كلمة فيجر قبل كل بلوت ما عدا البلوت الأولى. إذا عدنا أو إذا ردنا نخلي كل الرسومات بنافذة واحدة فلازم أكتب كلمة hold on قبل ما أبلش أستدعي دالة البلوت من البداية يعني. آخر شيء إذا إحنا ردنا نرسم كل رسم مستقل لكن كل وحدة أو كلها تكون ضمن نافذة واحدة، فدالة السب بلوت هي اللي توفر هذا الشيء، إنه إحنا نقسم النافذة قبل ما نستدعي البلوت، قبل كل بلوت نقسم النافذة والتقسيم يكون أشبه بمصفوفة، نذكر أبعاد المصفوفة اللي نريد نقسم على أساسها، بعدها نذكر المواقع. ما عندنا شيء بعد راح نعطيكم اياه، ومثل ما قلت لكم انه انا دائما او على الاغلب اجيب لكم الرسم كامل، يعني اجيب لكم هيك رسم هيك رسم واقول لكم اكتبوا لي الكومنت مالت الماتلاب اللي تطلع لي هذا الرسم، ودائما المعلومات اللي ناقصه عندكم يعني مثلا يا داله احنا مستخدمين الاكس من مبلشه ومن منتهيه، العنوان، اسماء المحاور، هاي الشغلات كلها راح تعرفوها من الرسم. يعني اذا انا جبت لكم هيك هيك رسم اقول لكم اكتبوا لي الكومنت مالت الماتلاب، فانت قبل راح تعرف انه اني الاكس مالتي يبدي من الصفر ينتهي للعشره. ودائما انا راح اخليكم هنا ليجند، راح اوضح لكم بيه شنو الداله اللي احنا مستخدمينها، مستخدمين اكس تربيع، داله الساين، الكوساين، والى اخره من الدوال. لو جينا على تسميه المحاور لاقي هذا الاكس ليبل الاسم مالته اكس اكسز، واي ليبل واي اكسز، تايتل ما مخليه فما راح نحتاج نستدعي كلمة أو نستدعي دالة التايتل. هذه هنا الجريد احنا لازم نكتب جريد، ما منطي لون أو شكل، فتبقى البلوت انه بلوت اكس وواي، يعني ما عندنا لا شكل نجمة لا لون مختلفين، هذا هو اللون الأزرق أصلا. ف
فالمعلومات الناقصة عندكم تكملوها من الرسم نفسه. إن شاء الله يكون كل شيء واضح وسهل. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.